نبدأ من القاهرة التي شهد فيها رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل توقيع اتفاقية تعاون ما بين هيئة قناة السويس ووزارة التعاون الدولي بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور القناة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. تضم قائمة الشركات التي شملتها الاتفاقية عددا كبيرا منها وتوفر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وقد أكد إسماعيل اهتمام الدولة بتنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها واحدة من المناطق الواعدة، وأشار إلى حرص الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الجاذب للاستثمار.